Uh -oh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات ومع حلقه جديده من حلقات برنامجكم المفضل الأفوكاتو. طبعا إحنا عمالين بنتكلم في قضايا الأحوال الشخصيه، وتكلمنا في الطلاق بصفته مشكله من مشكلات الأحوال الشخصيه، وتكلمنا في إجراءات الطلاق. ايه الإجراءات اللي ممكن تتبع وكان قبلها اتكلمنا في النفقات ودعاوى النفقات وغير ذلك لكن تعالوا النهارده نتكلم في موضوع حلو لأن أنا عارف أنتوا بتستنوا البرنامج بتاع الأفوكاتو عشان تستفيدوا يبقى عندكم معلومات قانونية ومعلومات شرعية مرتبطة بالموضوع القانوني اللي احنا بنناقشه وخصوصا إن المقنن في مصر في مجال الأحوال الشخصية وتقنينات وتشريعات الأحوال الشخصية أخذ بالشريعة الإسلامية بما لا يدع مجالا للشك في أغلب الموضوعات. النهارده لما بنيجي نتكلم على أنواع الطلاق بصراحة أنا عاوزك تبقى مركز لأن أنواع الطلاق هم ثلاث أنواع تحفظهم زي اسمك. طلاق رجعي طلاق بائن بيننا صغرى طلاق بائن بيننا كبرى. لكن جميع انواع الطلاق دي اللي احنا هنشرحها لازم تعرف اللي هي يجب ان تكون مرتبطه ارتباطا وثيقا بمساله غايه في الاهميه. وهذه المساله يغفل عنها الكثيرون وهي طلاق السنه وطلاق البدعة هتيجي تقول لي يعني ده في أنواع الطلاق هقول لك لا ده مش في أنواع الطلاق أنواع الطلاق باعتبار الأثر المترتب عليه طلاق راجعي وطلاق بائن بيننا صغرى وطلاق بائن بيننا كبرى ولكن هذا ضابط لهذه الأنواع ضابط للطلاق بصفة عامة أن يكون الطلاق وقع على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وده هيوفر علينا مشاكل كثيره بل هيوفر علينا الام اكثر من المشاكل وربما لو طبقنا هذا الضابط ربما هتلاقي حالات الطلاق هتقل شويه مش شويه ده كتير طلاق البدعة حصلت مشكلة قامت في دماغ الراجل لو راجل طلقني يلا يا ست أنت طالق. لا ينظر إلى أي ضابط من الضوابط اللي أنا هقولها دلوقتي. والطلاق كان وليد لحظة انفعال. والشيطان يلعب بقى في النقطة دي. أنت بتقول لك أنت مش راجل، وانت <applause> لو راجل كنت ويقعد وتلاقي بقى شياطين الانس قبل الجن تحاول تفكيك الاسره وانا بنتي ما يتعملش فيها كده وانا بنتي مش عارف ايه وتلاقي تدخلات تكلمنا عنها قبل كده طلاق البدعه الانسان بيقول انت طالق دون ان يضع في اعتباره الاتي اولا يجب ان يقع الطلاق حال طهر المراه وهذا الطهر لم يكن زوجها قد مسها فيه فهمت <applause> يعني بمعنى اصح لو الحياة الزوجية ماشية عادي واحد كان على علاقة بزوجته علاقة زوجية بزوجته وصحي تاني يوم حصلت مشكلة في البيت ولو راجل طلقني او كانت مشكلة كبيرة تستدعي الطلاق ما يطلقش يقف ينتظر إلى أن تحيض المرأة اللي هي زوجته وبعدما تحيض تطهر من الحيض وبعد ما تطهر من الحيض لا يقربها يوقع بعد كده يمين الطلاق ده اسمه طلاق سنة أيضا لو الزوجة حامل هي الحامل بتحيض؟ لا لا تحيض وبالتالي واحد في الشهر الثالث عاوز يطلق مراته واستحكم الخلاف بينهما ينتظر الى ان تلد وبعد ما تلد تطهر من النفاس وبعد كده يوقع الطلاق. واحد عاوز يطلق مراته اثناء الحيض ينتظر الى ان تحيض وبعد ما بعد ما ينتهي الحيض لو أثناء الحد إلى أن ينتهي الحد وبعد ما ينتهى الحد يقع عليها اليمين واحد مراته نفساء لا يقع عليها اليمين مهما كان الخلاف ينتظر إلى أن تطهر من دم النفساء ثم بعد ذلك يقع عليها اليمين إذا وقع اليمين بخلاف ما ذكرت فهذا طلاق بدعة خش بقى في الكلام كلام الشغل بقى المهم خلاف بين راجل ومراته قصة واقعية وأنا حضرتها واستحكم الخلاف وإهانات متبادلة وتطاولت الزوجة بصراحة أنا كنت مشفق على الزوج تطاولت تطاول لدرجة اللي حطيت له هدومه في شنطة ولا له من السلم والراجل كان راجل ينصاع إلى شرع الله ولسه هيتلفظ بالدكتور بس هل أنت هي دلوقتي على حيض ولا طاهرة؟ قال لي طاهرة. قلت له طب هل جمعتها في هذا الطهر؟ قال لا. اه قلت له اقف بقى. انتظر يا بطل لما تحيض وبعد كده ابقى عليها ليه؟ بس هي بصراحة ربنا يتولاك. ست عصبية والولاد مش مهمة عندها ولحظات انفعال وبتمسك على الوحدة وعندها حاجة اسمها lack of communication. ما عندهاش اتصال بالاخرين يعني تحس ان هي كده إيه؟ على جنب وكل حاجه تاخد الجانب السيء قبل الايجابي، اي موضوع تحكوا تروح ماسكه في الجانب الايه؟ السلبي، وتقعد تتكلم فيه. كل الاجابات تركنها. ولكن الراجل بعد ما قلنا له طلاق السنه وطلاق البدعه وفهم الحكم الشرعي تراجع عن الطلاق. قعد بقى بره البيت يوم يومين اسبوع اسبوعين في نهايه المطاف اتصلت واعتذرت له اهلها اتصلوا واعتذروا له وجه وحصل الوئام والموده والعجيبه اللي هم رزقوا بعد ذلك بولدين تقريبا او ثلاث ولاد بعد الوقعه دي اللي حصلت من سبع ثمان سنين والبيت ما اتخربش وما تفككش واقصد البيت ما تفككش وما تخربش مش معناها ان الطلاق خراب لا الطلاق ممكن يكون علاج وممكن يكون غنى وإن تفرقة يغني الله كلا من ساعته ده قول ما فيش فيه كلام ولكن لم يتأثر البيت ولم يتصدع لأنه هو اتبع السنة عندما أراد أن يقع يمين الطلاق هذا الأمر إذا كان الضابط ده موجود طلاق السنة طلاق البدعة هيبقى موجود في الثلاث أنواع بتوع الطلاق الطلاق الرجعي والطلاق البائن بيننا صغرى والطلاق البائن بيننا كبرى بل بالعكس في الطلاق البائن بيننا كبرى وهي الطلقه الثالثه ده الموضوع يبقى فيه تروي اكبر واكثر لان الموضوع مفيش رجعه الا اذا تزوجت رجل اخر طب تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه طلاق راجعي إيه؟ ونعيش في قصه حلوه قوي لسه حاصله الاسبوع اللي فات دكتوره قاعده مع جوزها في دولة عربية خليجية والراجل بيصرف عليها وعلى بيته ما يقرب من 30 ألف ريال مبلغ محترم وفجأة اللي زوجها بتجيله مسج رسائل على الموبايل تتبعت الأمر بتطفلها ولقيت ايه اللي هو على علاقة بواحدة فلبينيه وكاتبه بقى سوبر بيد ومش عارف ايه وكاتبه له رسائل هي استنتجت منها انه ممكن يكون متجوزها اتلاست ممكن يكون على علاقه غير شرعيه معاها طب الحل ايه قالت له خلاص انا هتطلق اتفقوا مع بعض اللي خلاص هينفصلوا عندهم اربع اولاد ولكن مش هي دي المشكله المشكله اللي هو نزلها نزلت بقى القاهره وهو هناك فوجئنا إن المأزوم بيتصل بيها الو ايوه فرق. الدكتوره فلان فلان طب حضرتك ممكن تيجي لنا عشان جوزك هيطلقك او طلقي غيابي فهي ما فهمتش هو طلقها طلاق غيابي ولا هيطلقها لسه <applause> ده اسمه الطلاق الرجعي بقى هو ان يطلق الزوج ان يطلق الزوج زوجته في عدم وجودها غيابيا <applause> الا انه يجوز له أن يراجعها خلال فترة العدة بدون رضاها وبغير عقد جديد ولا مهر جديد. ده اسمه الطلاق الراجعي. سموه راجع ليه؟ عشان الراجل ممكن يرجع في كلامه. هتيجي تقول لي يعني مجرد ال... طب ما أنت عارف كلمة طلاق يعني إيه؟ عشان هو ما أنت لازم ترجع بقى للغة. الطلاق من الإطلاق. يعني هو ايه من الارسال ارسل ارسلها اطلق عنانها سابها تركها ده من الاطلاق طب ازاي يجيبها قال لك ما ده بقى رجعي يعني ايه رجعي يعني يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة ولو بدون رضاها عشان كده في الغالب الطلاق ده بيبقى غيابي روح مطلقها تقول انا طلقتك والمأذون يقول لها انت عندك قسيمة طلاق. القصة بقى اللي بحكي لكم عليها دي المأذون بيقول لها ايه؟ طب تعالي وقعها على القسيمه عشان ايه؟ لما يجي يرجعك تحفظي حقوقك طب ما هو ممكن يرجعها وممكن ما تطلعش قسيمه اصلا ويقول لها انت طالق وانا طلقتك ويقول لها انت طالق في التليفون وممكن يطلع قسيمه. ولما يطلع قسيمه ما تعرفش غير بعد فوات الاوان. بعد فوات العدة طب هي هتحسب العدة منين ما معرفتش اللي هو طلقها دخلنا في متاهات <applause> الحالة دي قلنا لهم لا يطلع الأثيمة الأثيمة بتاعت الطلاق وإحنا هناخد إجراءاتنا القانونية وخليه يردها تاني بعد ما يطلع القسيمة وبعد ما يردها يطلقها تاني هتتحسب طلقة تاني تعال شوف المشكلة اللي أنا بصراحة حزنت حزن شديد منها ودي برضه في الطلاق الراجعي لان الطلاق الراجعي الاثر المترتب عليه كامل الحقوق للمراه كل حقوقها تاخدها تاخد المؤخر المكتوب تاخد دفعة عدة تاخد متعة بقدر السنين اللي عاشتها معاه لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات يعني تاخد كل حقوقها اه تاخد كل حقوقها بس احيانا الحقوق مع الوقت تبقى زهيده فالزوج يطلق طلاق رجعي ويذل ويزل المراه تخيلوا الواقعة دي حصلت انتوا ممكن ما تصدقوش ان في بشر يعمل كده وانا حزين جدا من الواقعة دي وتأثرت بيها جدا فعلا واحدة ست وكيلة معهد ازهري عارف عليه وكيلة معهد ازهري قامة وحاجه بقى 58 سنه من الصغير راحت تحج السنه اللي فاتت. واللي موصلها للمطار زوجها. وهي راجعه من المطار ابنها شغال في الامارات بره دكتور. جه بقى ايه قعد هنا اجازه يجيب والدته من الحج ويقعد معاه شويتين ويسافر. فوجئ اللي والده بيكلمه ايوه يا دكتور فلان ايوه يا بابا والدتك يا ابني خدها على عندك ليه قال له انا طلقتها ليه كده يا بابا ايه اللي حصل ده ليه تعمل كده قال له سيارة راحت الحج من غير اذني قال له الله ده انت اللي موصلنا قال له لا ما انا كنت شوية يعني ما كنتش موافق كنت متضايق الحج ده يعني انا طالما متضايق خلاص وبعد كده شوف بقى اللفظ اللي قاله ده انا ممكن اجيب ثلاجة والف حواليها وأقسم بحج وهي راحت من غير اذن مش كانت اولى تصرف المصاريف بتاعة الحج دي على البيت قالوا طب ما حضرتك ما دفعتش حاجه ده هي موظفه وبتاخد مع مرتبها وحوشت وطلعت الحج يعني وانت اذنت لها وموصلها قال له دي نهايه الكلام عندي طبعا الولد بقى في موقف محرج والدته 58 سنه طلع المعاش بعد سنتين ورجع من الحج وجايبه هدايا لجوزها اللي طلقها قبل ما توصل للسعودية يعني وصلها على المطار وطلع على المأذون تخيل الست بقى بقت جات لي قالت لي يا دكتور محمد هعمل ايه انا جيت من الحج حصل كذا 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 قلت لها بص يا حج انا بقول لها يا حج بقى انا هعمل ايه زعلان طب هو دلوقتي حضرتك من تاريخ وقوع الطلاق نحسب بقى فتره العده ونروح نجيب صورة رسمية من القسيمه بتاعة الطلاق لأن أنت ما أعلنتيش بيها دي أنت كنت مسافرة ونستنى لما فترة العدة اللي أقلها ثلاثة شهور للناس اللي هم ما بيحدوش وناخد إجراءاتنا بعد كده لكن أنا لو رحت خدت إجراءات دلوقتي ممكن أرجعك شوف بقى الذكاء ما أنت لازم تبقى أنت ذكي انت دلوقتي واحده طلقت رجعيا يعني كل حقوقها ثابته المؤخر طبعا ده المؤخر كان ساعتها 2000 جنيه مش فارقه معاه العده هو اصلا كانت هي اللي بتصرف على البيت لكن المتعه بقى هي اللي تعدل هذا الرجل نجيب بقى مفردات مرتبه قدام المحكمه ونعرف مرتبه كام وبعد ما نجيب مفردات مرتبه نشوف الوسط بتاعه وبتاعها في مثل حالتها ينفق عليها كم في الشهر؟ 1500 جنيه 2000 اضربهم بقى في خمس سنين يعني لو 2000 جنيه المتوسط بتاعهم لان هو راجل عنده مشروعات او عنده دخل وعنده مشاريع وعنده وعنده لو هيصرف عليها 2000 جنيه في الشهر 2 في 12 يعني 24000 جنيه في الخمس سنين هيعملوا مبلغ يعني تقريبا هيعملوا وعشرين ألف جنيه لراجل بخيل أكنك بتذبحه وممكن المحكمة تقدر أكتر من المبلغ ده فالمهم يهمني أن أنت تعرف حضرتك أن الطلاق الرجعي هو الطلاق في الغالب بيكون غيابي زوجة مش حاضرة ويهمني أن حضرتك تعرفي برضه اللي انت بالطلاق الرجعي تحصلي على كافه حقوقك المترتبه عليه والمترتبه على عقد الزواج من مؤخر صداق من عده من متعه ده الطلاق الرجعي طب نشوف النوع الثاني من انواع الطلاق وهو الطلاق البائن بينونه صغرى الطلاق البائن بينونه صغرى ده ممكن يكون باتفاق الزوجين خد بالك الزوج يجي يقعد والزوجه تقعد <applause> ويتفقوا مع بعض على الطلاق الناس المحترمه يا ست انت ليكي مؤخر كذا اتفضلي وده حصل ليك عده كذا اتفضلي ليكي متعه كذا اتفضلي وحصلت بس انا عاوزك يعني عاوز المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات يركزوا معايا في النقطة الجاية دي. في الطلاق البائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي لا يستطيع زوجته مراجعة لا يستطيع الزوج مراجعة زوجاته إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. إحنا يعني قلنا في الرجعي خلال فترة عدة من غير رضاها يرجعها. وبدون عقد جديد وبدون مهر وبدون أي شيء. أما في الطلاق البائن بينونة صغرى لو حضروا قدام المأذون الاثنين وتطلقوا وعاوزين يرجعوا تاني لازم عقد زواج جديد واتفاق جديد ومهر جديد وكأنك لسه بتتجوز واحده من جديد تعال شوف الموقف اللي حصل مع موظفة من الموظفات مسكينة اتجوزت احد زملائها وهو كان طبيب وبعد ما اتجوزها لم تكتمل العلاقة الزوجية شهرين وبدا يقطع اتصالاته بيها وبدا اهله يضغطوا عليه لازم تطلقها انت راجل دكتور تتجوز دكتوره المهم يعني اتصل بيا لانه هو راجل محترم وراجل عاوز يرضي ربنا المحامي بتاعه وقال له دكتور محمد خلاص هو يعني ما لهمش نصيب وشوف حقوقها ايه البنت طبعا عشان تيجي تكلمها في ماديات هي غير مؤهلة لأن الصدمة النفسية ربما تعلو ربما تعلو على كثير من الماديات ولكن مش معنى كده زي ما بيقولوا في المثل البلدي ما بقاش موت وخراب ديار فقلت لها يا بنت الحلال معلش برضه ما انت ده حقك انت دلوقتي اصبحت امراه مطلقه اسمك كده بغض النظر بقى انت ايه اللاف ستوري اللي انتوا كنتوا عايشين فيها والامال والطموحات والاحلام والقمر والشمس والجنينه والبحر والكلام اللي كان بيتقال ده ده قصه تانية تعالوا نشوف بقى دلوقتي الدنيا عامله ايه؟ قالت اللي انت شايفه، قلت للراجل قلت له تعال المؤخر بتاعها خمسة الف جنيه. قال لي مظبوط. قلت له كان بيبعت لها كام في الشهر؟ قال لي كان بيبعت لها في حدود 500 جنيه 600 جنيه، قلت له يا سيدي يعني هو راجل شغال في السعوديه مش هيبعت لمراته 1000 جنيه في الشهر، قال لي كتير عليه، قلت له خلاص كام اللي يرضيه؟ قال لي 700. قلت له 3 في 7 ب 21 ادي 2100 عده حطهم على ال 25 المؤخر بتاعها ادي كده كام؟ ادي كده تقريبا 27 و100. تعالى بقى في المتعه. قال لي متعه؟ هم لحقوا يقعدوا، قلت له ها؟ اقف بقى هنا دي عشان تاخد حقوقها وتيجي قدام المأذون وتبريك وتقول لك انا استلمت حقوقي ما ده طلاق بقى بقى بينونه صغرى بالاتفاق اهو لان في انواع اخرى للطلاق الباقي بينونه صغرى وهو التطليق لسبب ما عن طريق القضاء لكن خلينا احنا في الطلاق اللي بالاتفاق عشان الناس يبقى فاهمه حقوقها قال لي طب والعده قلت له بص بلغوا كلمتين على لساني هل يريد ابراء ذمته أمام الله أم لا إن كان يريد إبراء ذمته أمام الله قل له ادفع لها على الأقل سنتين متعة اضرب بقى 24 في 700 جنيه 24 شهر في 700 جنيه خلاص دول المتعة قال لي طيب والقايمه هناخدها قلت له اقف بقى هنا ما الناس مش عارفه حقوقها قال لي ايه تاني قلت له ما هي القائمه دي هي المفروض مقدم المهر هو الراجل دفع مهر لما جه يتجوزها قال لك لا انا طب خلاص يبقى المفروض يديها القائمه بتاعتها قال لك ده كلام ده ما اتجوزتش شهر قلت له طب ما هي ذنبها ايه البنت ذنبها ايه بلغوا على لساني مره اخرى هل تريد ابراء ذمتك امام الله قبل البشر قال له هدفع لها القائمه طالما الدكتور محمد قال دي مهر ما خد بالك زمان يقول لك ايه الراجل بيجي يدفع مهر يقول له ابو العروس تاخد مهر ولا تجهز دلوقتي ما فيش بقى الكلام ده ما فيش حد بيدفع مهر في المط... المستوى المتوسط والاقل المتوسط واللي فوق المتوسط شويه يقول لك احنا هنجهز مع بعض و... ونكتب قايمه اللي هي المهر بقى بتاعها كل اللي هي جابته ولا انا جبته القايمه كانت ب ألف جنيه والله اقسم بالله هذا حصل الراجل جه هي جت والمأذون وهو جه المكتب عندي البنت خدت ما يقرب من 43 ألف جنيه ساعتها أو 44 ألف جنيه المؤخر العدة المتعة والراجل تعهد اللي هيدفع القايمة اللي هي ال ألف جنيه اللي هي تعتبر مقدم بقى المهر على ثلاث شهور وتم الارتضاء على ذلك واحد بقى او واحده بتسمعني تقول لك بس طب هنضمن منين اللي هو يدفع انت مديته على حاجه اللي هو يدفع المهر <applause> ما هي اتطلقت وخلاص هو خد قسيم الطلاق وهي ابرائته من المتعه والعده والمؤخر هقول لك بقى هنا القانون بيحميها لان معاها قايمه صح ولا غلط فهو لو راجل اخلف في وعده هترفع عليه جنحه بالقايمه وتحبسه صح ولا غلط يبقى انا مش محتاجة اقول للراجل تعالى اكتب لي اللي انت هتدفع لي على ثلاث شهور لا مش هكتب الكلام ده مش عاوز احط نفسي في في موضع ضعف قانوني او نجيب الايمة نكتب على ظهرها اللي احنا هنتسددها خلال لا حتى لما تدفع اسم من القايمه هديك ايصال بيه مش هكتبه على ظهر الايمة القايمه دي كلير كده نظيفه ده نوع من انواع الطلاق البائن بينونه صغرى شفت بقى الجمال الشريعه جميله والراجل عاوز يطبق الشرع يريد ان يبرئ ذمته امام الله قبل البشر قال لك لا المهر طالما انت شايف ال ألف دول بتوع القايمه ده مقدم المهر خلاص تاخده وكل ده عشان اتجوزها شهرين وبرضه عايزين نشوف النقطه دي هو لما اتجوزها كان اهله موافقين دي قصه تانية بقى هو ما كانش اهله موافقين واتجوزها رغم عن عين اهله. خد بالك الاب والام لهم اعتبار هتيجي تقول لي بقى الحب والظروف مش الظروف هقول لك انا اقدر من يحترم كلام ابو ام انا احترمه حتى لو جه على نفسيات ولو جه على ارواح ولو جه يعني على اطلال من الحب اللي ليك في ابوك وفي امك واللي لهم فيك اكبر من اي علاقه عاطفيه. الاب اللي ربى وصرف وتعب والام اللي ربت وتعبت انا احترم وجهه نظرها وان كانت تخالف وجهه نظري. احترم وجهه نظر الاب والام عشان كده يجوز للاب ان هو يفسخ عقد زواج البنت اذا كان الزوج غير كفء يرفع دعوه فسخ. والساده الاحناف من وجهه نظري الشخصيه مش مختلفين مع الجمهور في جواز ان المراه تزوج نفسها خد بالك الجمهور قالوا المراه لا تزوج نفسها واستدلوا بالحديث ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل استدل احناف لما قالوا المراه تباشر عقد الزواج اشترطوا ان يكون الزوج كف طب والجمهور رفض المراه ليه تزوج نفسها قال لك لانها ربما تختار رجل غير كف فاعتقد ما فيش خلاف طالما الساده الاحناف قالوا يكون كفر والناس الجمهور اعترضوا على مباشرتها للعقد وبطلان العقد لعدم وجود الكفاءه ولكن هو ده جمال الفقه اللي كل وقعة من الوقائع لها ما يناسبها وجمال الفقه الاسلامي في المرونه والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان بعكس الحكم الشرعي ثابت عبر الازمنه والامكنه. تلاقي الباين بيننا صغرى كذلك ممكن يكون التطليق عن طريق القضاء وده بتاخد كفه حقوقها. هي هنا خدت كفه حقوقها اتفاقا ولكن واحد بقى اغبط دماغك في حته مش صارف عليك ولا هجيلك ولا هصرف على العيال يبقى هنا تاخد حقوقها قضاء هترفع دعوة تطليق للدرج وهيبقى الحكم الصادر بالتطليق حكم بالطلاق بائن طلقة بائنة بعد الدخول والخلوة الشرعية ده حكم المحكمة كده حكمت المحكمة بتطليق فلان الفلاني من فلان الفلانية أو بتطليق فلان الفلانية من فلان الفلاني طلقة بائنة كلمة بائنة دي معناها ما ينفعش يرجعها وبكل أسبابه بقى التطليق عن طريق القضاء له اسبابه يعني ايه لي اسبابه قال لك يا سيدي ممكن واحده ترفع دعوه تطليق للضرر وانا قلت قبل كده ان التطليق للضرر وفي اجراءات الطلاق في الحلقه بتاعت اجراءات الطلاق لازم يكون في سبب يكون في ضرر ولازم يكون في اثبات لهذا الضرر طب واحد بقى ممكن يتفازلك او مش بيتفازلك هو بيسال وسالني بيقول لي طب الست اللي جوزها راح قال لها انت طالق دي ومشي دي ترفع دعوه تطليق برضه للضرر سؤال مهم قوي السؤال ده سؤال مهم جدا دي تعمل ايه واحد قال لها انت طالق وراح ساقط بعضه وماشي لا راح لمأذون ولا راح لحد وما بيصرفش على البيت وخلاص بقى اتجوز واحده تانية او اختفى من حياتهم او 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 وات الحل ايه؟ نيجي بقى للمشكله اللي كانت حاصله من كام شهر دي. طلاق الشفوي والطلاق التحريري، طب الطلاق ده يقع؟ شوف يا سيدي. هناك فارق بين وقوع الطلاق واثبات وقوع الطلاق. انا عاوز إن الساده المشاهدين يبقى عندهم معلومات يبقوا فاهمين مشاهدين قناه الندى انا واثق اللي هم عندهم خلفيه قانونيه محترمه دلوقتي انا واثق والله وعندهم معلومات قيمه دينيه في الفتاوى اللي بيسمعوها في برنامج اخونا الشيخ احمد نصر والعلماء اللي بيصادفوا انا متاكد من كده والثقافه الدينيه والثقافه القانونيه بتخليك ماشي في المجتمع ناصح فاهم واعي على الاقل ما يدعيكش عليك فهناك فرق بين اثبات الطلاق ووقوعه الراجل قال امرأتهم تطالق ده خلاص وقع الطلاق والفتوى الصادره من الازهر الشريف وهيئه كبار العلماء وكان انضم اليهم فضيله المفتي قطعت كل كلام في هذه المساله لكن اثبته ازاي هو ده بقى الكلام انا هقول لك مفاجاه حلوه قوي المحكمه الدستوريه العليا في إحدى أحكامها أو في أحد أحكامها وفي إحدى دوائرها كانت علقت على نص المادة 25 من قانون 29 في شأن إثبات الطلاق الشفوي إن هي قصرته على الإشهاد أو التوثيق فالمحكمة الدستورية العليا قالت كلمة حلوة أوي يا أخي المحكمة دي ساعات بيطلع منها جواهر قالت إزاي تقيد اثبات الطلاق الشفوي بالتوثيق طب هو مش راح يوثق قال لك يثبت بكافه طرق الاثبات وقالت كلمه جميله قوي قالت ان لا خلاف بين علماء الاسلام على ان الطلاق الشفوي يقع وان كان قد وقع ديانه فقد جعل المرأة في حرك شديد انها عايشة مع واحد وهي مطلقة ديانة وليست مطلقة قضاء بل بالعكس عولت على المذكرة الإضاحية المادة 25 تسعة 29 أو القانون 25 مادة 22 عولت على المذكرة الإضاحية قالت لك اللي المذكرة الإضاحية أثناء مناقشة القانون قالت يجب على الزوج توثيق الطلاق خلال شهر من وقوعه والا يحبس شهر 30 يوم سجن. والمحكمه الدستوريه حبذت ذلك وفتوى الازهر الشريف مناره الاسلام بهيئه علمائه الكرام قد اقروا بجواز وجود عقوبه تعذيريه في حاله عدم اثبات الطلاق الشفوي من قبل الزوج. او المطلق فانا بقول لك اهو مشكله هنا ترفع ايه بقى هنا ترفع دعوه اسمها دعوه اثبات طلاق وانا شخصيا شفت حكم النهارده بحكمه المحكمه باثبات تطليق فلان الفلانية او اثبات طلاق فلان الفلانية من فلان الفلاني ترفع الدعوه تقول هو قال لي انت طالب ورفض يوثق كانت بنته قاعده قال لي انت طالق وراحت بعت من رساله التليفون بتاعته اهي الرسالة اهي وده تليفونه <applause> وتثبت بكافة طرق الإثبات يبقى الدعوة اللي هترفعها هنا مش دعوة إيه؟ مش دعوة طلاق بل دعوة إثبات طلاق لمن لمن صدر في حقها الطلاق الشفوي يبقى الطلاق الشفوي بيقع لو الزوج ما أثبتوش إحنا بنعمل دعوة لاثباته والمحكمه بتحكم بيه وبتحسب طلقه حتى لو هو ايه ما راحش طلاق البائن بيننا صغرى ممكن يكون وهو نوع الثاني من انواع الطلاق ممكن يكون طلاق لغيبه الزوج ممكن يكون طلاق لمرض الزوج وانا بصراحه في موضوع مرض الزوج ده بالذات بستشعر عظمة هذا الدين. أنا مش عشان مسلم بقول كده، لأ بصراحة، أنا اطلعت على شرائع وعلى قوانين وعلى أحوال شخصية في بلاد كثيرة. ما لقيتش قانون بيلبي حاجة البشر وبيلبي الحاجة الإنسانية للإنسان ككونه إنسان. زي ديني وشريعتي. في شرائع اخرى يقول لك لا تطليق. طب نروح فين؟ لا تطليق. طب الراجل مجنون وبيصحى يخنق العيال، لا تطليق. طب الراجل عنده مرض ويعني لا يستطيع معاشرة زوجته، لا تطليق. طب الراجل عنده مشاكل نفسية. ومشاكل يعني من كافة أنواعها. والحياه معه لا تطاق. وانا لسه صغير لا تطليق، طب الحل ايه؟ قال لك التطليق لعله الزنا بس. طب الوحش الكاسر اللي بقوم عاوز يخلق الولاد بالبيت وتجي حالة حلقه هيجان وخلاص بندي له مهدئات لكن مش نافع وانا عاوز اعيش حياتي. انا ما قلتش اللي انا برميه لكن انا برضه اخشى الفتنه وعاوز اعيش حياتي. يقول لها روضيه. كما يروض الإنسان الوحوش مش شفت إنسان بيروض أسد والأسد الضخم والقوي ده الإنسان يقول له اقعد يقعد وقوم قوم وينط في الحلقه اللي فيها النار ينط بيروض الأسد أنت روضي زوجك لا تطليق تيجي تفكر كده تقول إيه إيه الدين الجميل ده؟ إيه الشريعه الحلوه دي؟ اللي لبت رغبات البشر وجعلت لك مخرج ومنفس ما هو برضه خد بالك الشخصيات ممكن يحصل فيه تصادم في الشخصيات. فعشان كده احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل انا بنصح اخواننا اللي بيتجوزوا جديد قبل حتى الخطوبه او اثناء فتره الخطوبه يروحوا يعملوا تحليل نفسي. في شخصيه عاطفيه وفي شخصيه تحليليه و... يعني شوفوا برده هيتاقلموا مع بعض ولا لا ما في واحده شخصيه تصادميه. في شخصيه تحليليه عاوزه تيجي تقعد تحكي وتسمع منها وانت تحكي لك وانت تحكي لها و... واحيانا يعني بقى في شخصيات من الرجاله كده شخصيات عمليه كلامه مش كتير فده لو اتجوز واحده من الشخصيات التحليليه دي يقعدوا في خناقه على طول انت ما بتسمعنيش وانا كل ما اجي اكلم نفسي وانت ما بتحكيش معايا والتاني يقول لها ما عنديش وقت الله ما كانش عندك وقت لو واحده اتصلت بيك يعني مش هتسمع منها ودخلنا بقى في مواويل بسبب عدم اجراء التحليل النفسي قبل الزواج نشوف بس يبقى فيه قبول في الخصائص النفسيه بتاعت كل واحد يبقى في تاقلم ده برضه هيوفر معانا في الطلاق بعد كده. الطلاق البائن بيننا صغرى ممكن يكون طلاق بسبب عدم الانفاق. زوج ما بينفقش على زوجته ولا على اولاده وهي متضرره واحيانا بتنزل تشتغل. واحيانا بتشتغل وبتصرف هي على البيت واحيانا مش بتصرف على البيت كمان ده بتصرف على اهل زوجها واحيانا بلاش واحيانا بعد احنا هنخش في متاهات وكل ده بسبب ايه ربما زوج بخيل ربما زوج يعني مش يقدر ان هو يتحمل المسؤوليه تعرفش امور كتيره تعالوا بقى نتكلم الحلقه الجايه على الطلاق البائن بيننا الكبرى ونتكلم عن المشكلات العامه للطلاق إيه الوقت بياخدنا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>